واهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بديت معاكم اختي الفيديو بهاد القصيريه. تبارك الله ما شاء الله، جمعه مباركه بالصحيحه والسلامه، وباش ما كتمنى وان شاء الله. شوفوا لي يا اختي هاد القصيريه الغزاله، كسيكسو اللي صيفطات ليا جارتي لهلا يخطيها. شكرا بزاف بزاف اختي سعيده، الله يبارك فيك. كما قلت لكم مسكينه فين ما كتصوب شي حاجه هكذا كتفكرني، وسورتو سورتو الجمعه كتقول لي الا درت كسكسو راه غادي نصيفط لك حقك بلا ما تعذبي وديريه، نتوما غير جوج الناس. ايوا اختي صيفطات لي هاد الرزيق هذا، هاد كسكسو هذا كما شفتو راه كان مغطي بالسلوفان باقي سخون، يلاه سقاتو لي دابا ناري يا اختي، غيبرد لي كسكسو ديالي. هاد اللقطه اللي تنصور معاكم غادي نعاود ندير ليه السلوفان دابا دغيا دغيا، ونخليه بالماء جريضه دابا ما بقى ليه والو، غادي يجي ان شاء الله نقول له يجيب معاه البينه ونتغداو اختي هاد الخير. شكرا لك سعيده، لهلا يخطيك اختي كسكسو ديالك تاي حمق تبارك الله ما شاء الله. بلا ما نشكر لكم اختي راه شك الراس، وشوفوا لي العطريه، شوفوا لي كل شيء باين. عرفتوا شنو؟ كنحمق على كسكسو اختي، كنحمق عليه، الريوق ديالي كيهبطوا عليه دابا، غادي واقيلا كيبان ليا غادي ندوز نتغدى قبل ما يجي رضا ونخليه كيشوف. ماشي مشكله اختي، غنغطي ونخليه حتى يجي رضا ونتغداو ديك الساعه ونعاودو نتلاقاو، وجمعه مباركه الكبيدات. الله يما تحركوا دوك الحمام تبرع عجباتهم الجلسه اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم البنات والدراري. السلام عليكم البنات. مع هاد ويام هذه مالك؟ علاش لا حول ولا قوه الا بالله؟ وحيد تابعني في حناكي يا ويلي، احنا دايرين الريجيم زعما. راه واحد الكاميرا فين شادك تتصور فين هي؟ راهي خلات شديك كنصورها راجلي كنصور غزماني هاني هاتوني غتحطها هاد الشيء والله تعا نحطو حشمتي؟ لا لا ما فين غاديين؟ غاديين نشريو الغلافات المخيط الغلاف اللي كنا موسيه، غادي نمشيو للمدينه. هادشي فين غادي نمشيو؟ حنا جينا دابا للرباط، صراحه الرباط 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 شي حاجه معاك كتمشي فيه كتدخلي ليه كتحسي بالانتعاش، كتحس بالراحه، كله مقاد تبارك الله، شوارع نظافه كلشي كلشي. ما دابا انت كبرتي هنايا وتزاديتي انت هنا كتعجبك. شنو سميت الحومه ديالك؟ الفوق الفوق الحومه ديالي انا. فين؟ فوق في السما؟ نعم. فين الفوق الفوق الفوق؟ شنو سميت ديك البلاصه فين كبرتي؟ شارع باتريس لومون بحسان بلاص بيتري. حسان خويا القنطه هنايا. القنطه؟ خويا القنطه هنا ماشي بحال الاحياء الشعبيه، داكشي ناضي الدراري الصغار كيلعبوا. غنقول لك اختي خلي انت الاحياء الشعبيه وخلي لي انا في البلاصه ديال الكراسي. غيتقلقوا عليك الناس دابا في خبارك. اش غنقول لك كل واحد؟ لا كاين اللي ما غيتقلقش. غيتقلقوا عليك الناس، كاينين عندي ناس من احياء الشعبيه وانا من حي شعبي وغادي يتقلقوا. قلت شي عيب؟ قلتي خلي لك الاحياء الشعبيه. خلي لك الاحياء الشعبيه، ما عايرش الاحياء الشعبيه ولا قلت لك ما مزيانين، خلي لك الاحياء الشعبيه. انا اختي هاد الاحياء هادو زوينين غزالين. واحد لقيت هنا راه كنت كبرتي هنايا ادم، انت كل واحد كتعجبو البلاصه فين كبر فين تزاد. صراحه هنا زوين بيان سور، غادي يعجبك. الصدى هادي ديال حسان، هاد نزهه حسان كنت كنجي كنلعب فيها في العيد فاش كنت صغير. كانوا كيلعبوا هنا، كانوا كيدخلوا هنا، كنا كنجيو نلعبوا هنايا في العيد. كانت مانيفيك تخفيض، كنلعب هنا وكنمشي ناكل في التخفيض. شنو كتاكل في التخفيض؟ كنا كنشريو الحلوى وتنشريو تناكلو الدجاج وتنتسارا ونشريو الكاسيط، وديك الساعة راه شي حاجة كتكون مفرقعة تخفيض نهار العيد وتنطلعو بحال هكا. إيوا أنت كبرتي دابا كتفكر دوك الأيام. لا نوستالجي ناس. كتفكر فين ما كنجيو أنا كيتفكر هاد البلايص هاد. لا نوستالجي. تيقول لي هنا كبرت هنايا، كيتفكر لي سوفونيغ ديال الصغر ديالو. ايوا كما قلنا لكم لقيتونا دابا داخلين، انا كاع ما بنت معاكم اليوم، كاع كنهضر معاكم والكاميرا دايره. جينا للرباط دابا، كنت كنهضر معاكم وانا قالبه الكاميرا، كنت غادي ندورها باش نهضر براحتي. لقيتونا دابا جينا للمدينه ديال بالحد الرباط، وخا اليوم راه صراحه الجمعه ما عرفتش واش غادي يكونوا حالين
ولا لا خاصنا شي لعيبات على حساب الناموسيه ديال المهم بيت النعاس وداك الشيء. بغيت نشري شي كوات وشي بغيتي تستاسيوني ضرقت لك المرايه شي مشكل ضرقت لي المرايه قلت لكم خاصني واحد ليزار وخاصني غشاوات للناموسيه وجينا هنايا نشوفوا واش غادي نقدر ناخذ داك الشيء اللي بغيت وفي نفس الوقت نضربوا دويره كتعجبنا الصراحه المدينه نضربوا فيها دويره. دابا جينا ستاسيونينا الفوق حدا نورمالمون كتمشي لهذاك الاخر السوتيغان علاش ما مشيتيش اليوم حيت حنا بغينا نمشيو للحبيب العوار ما بغيناش نمشيو بعيد فين هو الحبيب العوار في السوتيغان صراحه بعيد دونك دابا غادي نستاسيونيو هنايا من مورا التخفيض وغادي ندخلو وها انت هو معايا لقيناهم حالين حيت اليوم الجمعه اليوم الجمعه كيكونوا سادين المهم حنا ندخلو نشوفو ديك الساعه ما يمكنش كلشي ساد انا ما عمري شفت هذا المنظر كنجي الجمعه ولكن ما تيكونوش بحال هكذا كلشي ساد اويلي ما يمكنش كلشي ساد البنات لقيتونا دابا جينا لديكاتلون كما شفتو فاش مشينا في المدينه لقينا كلشي ساد ايوا دابا جينا لديكاتلون ضربوا دويره هنايا البنات لقيتونا دابا جينا لديكاتلون بغيت ناخذ شي طبيله على قبل العيد نقطع عليها وداك الشيء في العيد وفي نفس الوقت ديال البحر زوينه هذه رياضه جبات غتولي حاضره دايرين ب 199 ياك باش تولي العيد شويه هذه ما تقدنيش حتى انا هذه غدراعي صافي طيحه غتحطي بولفاف هنايا شويه غتحطي هنايا الشوا وصافي هي ولا هذه انت غتحمقك هذه مع صغير وراه غتعجبك دابا تخيلي دابا هذه صغيره بلا من هذه الكبيره علاش زعما حيت هذه شنو زعما علاش زعما غاليه كنسول راسي وكنجاوب راسك حيت هذه صغيره تهزيها معك في المغرب زعما تري براتيك ولكن هذوك زوينين عجبتني هذه ناري الموسيقى عندك يضربني بالكوبيرايت هذه زوينه صافي ناخذ هذه شوف شي وحده هكذا مجموعه كنخاف غير يضربني بالكوبيرايت الموسيقى هادشي ديال الصيف 149 انا كنعرف والله يا خويا الله تنعرف غتعياي ديري ها ها ناري شحال كيحكرني هذا الراجل عندي هذا زوينين هاد الصوتات الصراحه 129 درهم زوينين لي كولور ديالهم دخلوا هادشي ديال الصيف بزاف ديكاتلون كنخاف غير من الموسيقى ضربني بالكوبيرايت ايوا شكرا على الطبيله المهم هذا الفيديو اختي غادي يسهر يكون معايا مزيان بقيتوني جيت دابا المرجان تنشوف هاد الطبيصلات زوينين ديري لهم ب 23 درهم والكبارين ب 35 درهم صراحه زوينين ولكن هادو غارقين هادو نيت غارقين غير ديال لي سالاد ولا هكذا لي بات زوينين كاينين دي بروموسيون صراحه في مرجان هذا زوين المهم شكون بحالي عزيزين عليه الماعن تنقول ما غنكثرش منهم ولكن اختي كندخل كنمشي ليهم بلا هوايه دو ما عرفت شحال الثمن ديالهم 6 يو 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 انا عايز البيضة كام بيبي كام لا عايز السمرة كام بيبي كام كل الوسط كام بيبي كام ولا كل البطة كام 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 بيبي كام الله يلمس الطيارات والله العظيم 12 شوية هلا البنات كيف دايرين لاباس عليكم اش اخباركم مقصف مع الزبير اضربوني بالكوبيرايت ضربوني بالكوبيرايت اهلا البنات كيف دايرين البارحه اختي ما كملتش معاكم الفلوغ كيف ما شفتوا المهم كنا اخر حاجه درنا مشينا ضربنا دويره في مرجان ومن بعد صافي رجعنا دخلنا للدار ديجا دخلنا المرجان معطل كانت تقريبا شي 9 ونص ياك شي 9 ونص بدا مرجان كيخوا وغادي يسد صافي وحنا اصلا ما خرجناش بكري
المهم ضربنا غير دويره خفيفه. واليوم عاوتاني لقيت انا اختي خارجين، شكون في حالي السبت امبوسي تجلس في الدار امبوسي كنعيق عليك بالخروج. كان هو كيبغي صراحه، حتى هو ترى ضمن تيبغيش يجلس في الدار، عزيز عليه يخرج ويتحرك وداكشي، خصوصا السبت فاش ما كيكونش خدام ضروري تنضربوا دويره نخرجوا، المهم بدلوا الجو. واليوم لقيت انا عاوتاني خارجين، غادي نمشيو لديكاتلون ديال تماره نضربوا دويره تما، نشوفوا واش كاينين كريسيات على حساب البحر ولا على حساب حتى العيد، حيت كما قلت لكم البارح خديت طبيله هذيك بغيت نديرها في العيد في السطح نعيدوا عليها، راكم عارفين كدوزوا داك نص النهار تما طيحه. وعاوتاني بغيت نستعملها حتى على حساب البحر، هذيك طبيله نورمالمون ديال البحر لقيناها بثمن زوين 200 درهم وخديناها. ودابا قلنا غادي نشوفوا واش كاينين شي كريسيات تما، نضربوا دويره في ديكاتلون نشوفوا كي دايرين الاجواء وصافي. المهم نضربوا دويره ونصور لكم اختي فين ما مشيت، ها نتوما معايا ياك، ها نتوما معانا تضرب طليله وكتتقلب. ايوا طبت الحاله راه طريق. ايوا المهم هذا مكان، يلا البنات خليكم معايا. بعدا واحد الحاجه بغيت ندير واحد التحيه لواحد البنت، حيتاش مسكينه ديما كتكومونتي ليا وكتقول لي ديري ليا تحيه، سميتها عزيزه من سلا قالت لي ديري ليا واحد التحيه، كنقول لك شكرا اختي عزيزه لهلا يخطيك، ديما كتكومونتي ليا وكتخلي ليا تعاليق زوينين الله يسهل عليك باش ما كتمنى يا ربي. وواحد البنت واحده اخرى عاوتاني سميتها زينب، كتبت لي في الفيديو اللي فات الله يجازيك بخير دعي معايا بلي يتمنى خاطري، كنقول لك اختي الله يسهل عليك والله يحقق لك ما نويتي بخاطرك ان شاء الله زينب، وكنقول لك الله يرحم الوالد ديالك والله يغفر ليه. المهم طلبات مني ندير لها واحد ديديكاس، وهذا ما كان بوسه ليكم كاملين اختي، وشكرا لكاع الناس اللي كيكومونطيو ليا، وكلكم بحال بحال كتخليو ليا تعاليق زوينه، كنبغيكم بزاف بزاف وليلا يخطيكم وانتم معايا. سلامه باي باي. ماشي باي باي، خليكم معايا. هاي هاي هاي، شحال ديما شفتك تلعب كره في خبرك زون هاد اللوين. شحال داير اليوم الثمن هادوك 119 ميو 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 259 الله يهديك الله يهديك دير عقلك ما مريحش دابرين لك هنا فين حدايت هذا شحال داير لي هذاك 399 بزاف هادو هما اللي شفنا قبيله ب 299 هما هاد 269 هذا مريح راه هذا اللي جلسنا فيه قبيله جلس فيه جرب هذا ماشي ولد هذا جرب هذا هذا صافي مريح ماشي دابا هذا هاد اللون هو ديال الطبله ولكن جاتني 269 بزاف عليهم ماشي بزاف لا لي ضايع اختي لا لي ضايع هادو هما الطبيلات اللي خدينا البارح هاد التحتانيه وهذه كتطوف خبرك هذه على 4 هذه ب 500 هذه ب 549 ولكن هذه كتطوى على جوج هذه هي اللي خدينا حنايا كيتجمعوا لها الرجلين اما هاد الكراسه اللي كيكونوا بحال هكذا هادو ما تيكونوش مريحين كاع ياك هادو ماشي مريحين هادو ظهرك تيبقى عوج وانا ما كيعجبنيش هادو كاع غير لكن يكونوا عندك في الطوموبيل ديباني بيهم وصافي سينو ماشي ديال لا بلاش هذاك البجو اللي كنا شفنا داك النهار بشي 600 ولا ما نعرف ياك 600 درهم 600 درهم هذاك الباج ما بانش ليا انا يا شي وحدين مريح شحال الثمن ديالو غيكون واحد 400 ولا 500 هذاك او 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 600 بزاف ويلي 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 راه هذا نوض 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 غتهرسو ياك شوف هذاك الصغيور ما عجبونيش انا هاد الكراسة ماشي هادو اللي بغيت بغيت شي حاجة وحدة اخرى مكاينش هادوك دوك السامبل مكاينش المهم نبدلو البلاصة ونشوفو جينا دابا لال سي واي كيكي شنو هذا ليزار وجوج مخدات والمتراج ديالو
ما عرفتش ديال الثلاثه ديال لي فور ها هما دايرين هنايا 2 متر 40 على 2 متر 60 المخبتات نص 50 سنتيم على 70 سنتيم باقي لها كاين ليزر وكاين كوفر لي زعما هذا العبار ديال الكوات فيه ليزر وفيه الكوفر لي والمخبتات ها هو زوين 600 درهم وهذا بشحال داروا هاد البلاصه هنايا في ال سي ويكي كيف هادشي ديال الدار المعنات شحال هذا 250 غنشوف شنو فيه فيهش مخدات و جوج مخدات وكويت ما فيهش ليزر انا محتاجه ليزر وجوج مخدات زعما هذا زوين شوف هاد الكراسه كيتجمعوا هادو كيتجمعوا هذا زوين 300 299 300 هذا زوين كاليتي زوين وكيتجمع ما كياخذش لي سباس حتى الا درتيه في الطوموبيل وخلو نهارب على الطبله اللي عندنا جينا دابا لمسيو بريكولاج صراحه عندهم داكشي خطير بعد الديكوراسيون كتحمق لي طابلو داكشي زوينين بالنسبه للديكوراسيون ديال في الدخله زوينين هاد الطابلويات هادا 259 مام هادو انا تيحمقوني هاد الديكورات صارت هاجي تشوف خمسة كتقول لي مكيعجبوكش داكشي فهمتي شنو الدار تيكون كلشي تيكون لا ولكن زوينين بحال دابا عاوتاني هادو هادو تيقول لك تيقول لك سيبا هي انك ديري شي حاجه في الوجوه في الدار والعينين بصح وي سمع هاد القضيه حتى انا ولكن ديكورات زوينين حتى هادو شميعات المهم هادو هذا مسيو بريكولاج كاين في تماره بالنسبه للناس اللي كيبغيو هادشي ديال ديفيزور معطرات ولا عندهم داكشي زوين والاثمنه صافون صافون اثمنه صافون كاينين شي حويجات طالعين دابا انا جو سوي بو هادشي انت عزيز عليك هادشي ولكن هادي واش غنحطها في المبل تيفي هاديك راه ماشي هاديك ديال شي بيرو ديال شي خدمه ديال زعما اون جينيرال انا كنشوف شي حاجه اللي زعما من بعد نقدر ناخذها في المبل تيفي نحطها فهمتي شي ديكور زوين هادو مبخرات زوين هادشي صراحه المهم هنايا كاين بلاصه البابي بان ما نقدرش نصور هنا حيتاش كاينين الناس هنا هاد الجهه ديال لي بلونط ارتيفيسيال حتى هما زوينين الثمن ديالها 159 زوينين هادو فوق البوطاجي هكذا ولا كيجيو زوينين ولا في الحمام المهم هادو حتى هما صراحة زوينين هادو زوينة هادي هادو هما اللي خصنا نديرو شي كيجيو ديال العمارة تتعلق بحركة تعطيو ديك هادو هادو ارتيفيسيال انت بغيتيهم ديال بصح ولا ارتيفيسيال البلاصة عاوتاني ديال هاد لي كادغ عجبني هذا زوين مع التيم اللي عندي في الموبل في الصالون ندير فيه شي تصويرة ديالي انا وريطه يجي زوين هادو دايرين ب 19 درهم كاينين الصغار 12 درهم ممكنين بلوزيغ طاي زعما اللي بغى زعما عزيزين عليه هاد لي كادغ صراحه شحال هادي كنت باغا ناخذ شي واحد نخرج شي تصويره ديالي كما قلت لكم ونصوبها فيه ونشاركها معاكم حتى هنا في مرجان لاكليم بارد شويه الفوق ماشي فحال مرجان لداخل بقيتونا جابا دابا جينا المرجان غادي ناخذوا شي لعيبات نديوهم معنا باش نتعشاو وديك الساعه تندخل الدار ونشارك معاكم شنو خدينا حيت هنا الدنيا شويه عامره ما كنبغيش نصور الناس تيعجبهمش الحال
ودابا البنات كما كتشوفوا لقيتونا يلاه دخلنا للدار. راني صورت معاكم مشينا لمرجان ديال حي الرياض. المهم خدينا من تما العشيوه ديالنا تشهينا الصراحه نتعشاو اليوم بكايفسي. صافي اختي مشى ليا الريجيم، ضاع ليا الريجيم. اي كنضحك معكم البنات، راني حاولت ما نكثرش واخا هكذاك، ولكن نهار في السيمانه راني كندير دي اوف ضروري ما كناكل داكشي اللي زعما شهوتي فيه. وهذا مكان مهم هنايا، قديت واحد الطبيله باش منين نتعشى ونساليو نديرو شي فيلم تفرجو فيه. راكم عارفين ضروري ما كنكسرو الروتين بحال هاد البلانات هادو. وهذا مكان اختي، نتمنى الفلوق ديال اليوم يكون عجبكم، يكون خفيف ظريف على قلبكم. وغادي نقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.